السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع كانفا موقع ممتاز جدا في عمل التصاميم، بستخدمه كتير في إن أنا مثلا عندي دعاية لمحاضرة أو عندي عايز أعمل صورة لفيديو، في حاجات في الشغل، حاجات شخصية وحاجات زي كده. ممكن تكسب منه فلوس، ممكن تعمل تسويق بالعمولة اللي هو كانفا أفليت، اللي هي إن أي حد هيشترك من خلالك أنت بتاخد مبلغ من المال. دي هتلاقيها فين؟ هتلاقيها ريفير فريندز، بيديك رابط واي حد بيشترك من خلالك بيبقى ليك نقاط. لو الراجل اشترك ودفع فلوس بيبقى ليك جزء من الفلوس ديت. فانت ممكن تعمل اللي هو التسويق بالعمولة، ممكن تصمم قوالب جاهزة. يعني لما بتيجي تعمل تصميم بتلاقي في حاجات ببلاش وحاجات بفلوس، فالحاجات اللي بفلوس دي حد بيكون عاملها، وانت ممكن تعمل برضو تصاميم بفلوس وتكسب من خلالها. برضه في حاجة تالتة اللي هي الطباعة عند الطلب. يعني الطباعة عند الطلب يعني بتعمل التصميم وبتسمح لأي حد إن هو يطبعها بس بفلوس، وأثناء من لما بيدفع الحاجة دي وهيطبعها، بيطبعها على تيشيرت، يطبعها على كذا، يطبعها على كذا، يبقى ليك أنت نسبة منها والموقع ليه نسبة. ممكن تعمل إعلانات من خلالها، ممكن تصمم شعارات أو لوجو، وممكن أنت تعمل تصاميم وتبيعها للناس أو تعمل تصاميم وتبيعها اللي جوه كانفا نفسها. بتقدر تبيع الميديا اونلاين، تقدر ان هو يسوق لك الحاجات بتاعتك، ممكن تعمل تصاميم حد يحتاجها فيبدا ان هو يدفع لك فلوس. فممكن نكسب كتير من الموقع بتاع كانفا، وتقدر تصمم له اشكال كتيره مختلفه زي ما انت شايف.